تخليدا لليوم العالمي للجمارك الذي يصادف 26 من يناير من كل سنة، نظمت المديرية الجهوية للجمارك بمقرها بأكادير حفلا حضرته مجموعة من الشخصيات المدنية والعسكرية، في مقدمتهم والي جهة سوسماسة زينب العدوي. الاحتفال يعتبر تقليدا سنويا راسخا ومحطة تقييمية هامة لأهم المنجزات والإكراهات. نحن نحتفل بأسبوع الجمركي وليس باليوم العالمي فقط، وقد برمجت في هذا الأسبوع عدة فعاليات من ضمنها العملية الإنسانية والتضامنية. المنظمون اختاروا هذه السنة شعار الجمارك الرقمية من أجل التزام متدرج ومتقدم، شعار يأتي في إطار الجهود المبذولة لربح رهان الرقمنة وتبسيط المساطر الجمركية. الخواص ممن كان لهم دور بارز فيما وصلت إليه من مستوى مشرف وأداء متميز على المستويين الوطني والدولي. والي جهة سوس عبرت عن مدى سعادتها وارتياحها لطريقة تدبير إدارة الجمارك لجميع العمليات. شاهدتم تعرفنا كثيرا وجميعا على الكثير من الإنجازات، وخاصة التطور الذي حصل في ميدان تدبير جميع العمليات، وهذا شيء يسر إدارة تتسم بالفعالية وتتسم أيضا بالشفافية باعتمادها هذه التقنيات الحديثة. الحفل شهد أيضا عرض روبورتاج حول أهم مستجدات الحقل الجمركي. رئيس منحدر من العالم العربي وإفريقيا ينم مرة أخرى على الثقة والاحترام اللذين تحظى بهما المملكة المغربية داخل. الاحتفال باليوم العالمي للجمركي كان مناسبة لتوشيح العديد من الجمركيين بأوسمة ملكية، كما تم تكريم تلة من المتقاعدين تقديرا لمسارهم المهني المتميز. اختتم هذا الحفل بتقديم شواهد تقديرية لشركاء إدارة الجمارك المتمثلين في غرفة التجارة والصناعة والخدمات، القيادة الجهوية للطرف الملكي، ولاية الأمن بأكادير، والاتحاد العام للمقاولات بالمغرب.